مساء الخير يا أستاذة لميس. بالفعل في تمام الساعة 9 مساء قامت جميع اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا بإغلاق أبوابها أمام الناخبين استعدادا لعمليه الفرز. خليني ارصد لحضرتك يا استاذ لميس بعض المشاهد التي قد اثرت بشكل او باخر على سيره العمليه الانتخابيه هنا في محافظه المنيا على مدار يومين. يمكن ابرز هذه المشاهد هو تغيب 52 قاضي عن لجانهم، مما ادى الى ارباك المشهد في صفوف الناخبين، لان هذا ادى لان قامت اللجنه العليا للانتخابات بضم 52 لجنه انتخابيه الى لجان اخرى، فهذا يعني كان كثير من الناخبين الذين كان من المفترض ان يدلوا باصواتهم في هذه اللجان لم يعلموا كثيرا الى اذا كانت اللجان اغلقت ام دمجها الى لجان اخرى. يعني هذا أدى إلى تقليص عدد اللجان الفرعية التي كانت من المفترض أن تستقبل الناخبين من 1467 إلى 1415 لجنة فقط تستقبل السادة الناخبين هنا في محافظة المنيا. أيضا هناك كان اليوم في اليوم الثاني للعملية الانتخابية هنا في محافظة المنيا كان هناك تأخر لحوالي 34 لجنة انتخابية عن معادها بساعة أو ساعة ونصف تقريبا، وهذا أيضا أربك العملية الانتخابية. كانت هناك عدد من الشكاوي التي يعني التي تقدم بها الناخبون والتي رصدتها لجنه غرفه العمليات التابعه لمحافظه الجيزه وادلى بها السيد المحافظ، وهو يعني قيام او الزام بعض الساده القضاه للناخبين باحضار بطاقات الرقم القومي الساريه، وهو عكس ما سمحت به اللجنه العليا للانتخابات. ايضا كانت تلقت اليوم مديريه امن المنيا عدد من المحاضر او عدد من البلاغات التي قام بتحضيرها الساده الناخبين ضد 10 اشخاص يحاولون يعني توجيه الناخب هنا وهناك، وبالفعل قامت مديريه امن الجيزه بالتحفظ على 10 منهم اليوم. يعني بشكل عام من خلال متابعتنا للمراقبين الدوليين من الاتحاد الافريقي ومن الجامعه العربيه، يعني هم اشادوا بنزاهه العمليه الانتخابيه وعدم وجود خروقات قد يعني تعيق او قد تضر بنتائج العمليه الانتخابيه، وقدروا نسبه الحضور في محافظه المنيا يعني بحوالي 20%. على العموم انا متواجد هنا في مجمع مدارس كفر المنصوره المتواجد بها 7 لجان، 3 لجان للرجال و4 لجان للسيدات. اجمالي عدد اصوات او الكتله التصويتيه هنا في هل لاحظتم النهارده ان في اقبال افضل شويه من امبارح على لجان المنيا؟ بالفعل النهارده كان يعني اقبال يزيد نسبيا عن اليوم الاول، يعني كما نعلم المصريين دائما يؤجلون الاشياء الى اخر دقائق، يعني حتى قبل غلق اللجان بقبيل دقائق بسيطه كان هناك عدد كبير يعني يريدون الادلاء باصواتهم يعني في تمام الساعه 9 مساء، ولكن اللجان جميعها قامت باغلاق. الاقبال فعلا زاد في الساعات الاولى. اللي جات تقبل دول بقى يعني معكي. نساء اكتر ولا رجال اكتر، كبار اكتر ولا شباب اكتر، ايه شكل العينه اللي انت قدرت تشوفها؟ بالفعل السيدات هم من تصدروا مشاهد الناخبين هنا في محافظة المنيا، وخاصة كبار السن من كلا الجنسين الرجال والسيدات، يعني رصدنا شبه عزوف لتواجد الشباب بين صفوف الناخبين، يعني كانت أكثرهم من السيدات كما عهدناهم في الاستفتاءات وفي انتخابات الرئاسة في الماضية. زادت نسبة الإقبال في الساعات الأولى وخفت في ساعات الذروة، ومع انكسار درجات الحرارة عادت الصفوف مرة أخرى إلى اللجان الانتخابية.